السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما وعدناكم احنا بنجيب لكم فيديوهات في مجالات كتيرة ومتنوعة عشان تفضلوا مستمرين معانا وما تملوش. وطبعا احنا في كل حاجة قناتنا قناة متنوعة، والنهاردة هنكلمكم برضو عن موضوع كويس جدا. طبعا انتوا عارفين المسبار اللي الامارات طلعته للمريخ عشان تكتشف عالم المريخ، وقالت ان هي هتدي العالم كله البيانات اللي هي هتحصل عليها وهتفيد العالم كله بهذه البيانات. فاحنا برضو مجال الفضاء ده المجال ده مهم جدا، وفي ناس طلبوا مني ان انا اتكلم فيه وازيد فيه كتير جدا، وجبت لكم بعض من العملات من انفيديا. حتى يعني ابني برضو اياد طبعا مهتم جدا بالموضوع دوت، يعني بيحابب برضو ان هو يسمعه مني. فانا حبيت برضو افيد ناس كتيره في هذا الموضوع، وهكلمكم النهارده عن مجره المراه المسلسله. المجره اللي اسمها المراه المسلسله دي اقرب المجرات الى درب التبانه اللي احنا عايشين فيها. وهنكمل معاكم عن مجرة المرأة المسلسلة، وقلنا لكم ان هي اقرب المجرات الى درب التبانة، وان احنا ممكن احنا نشوفها بالعين المجردة، وبيسموها M31 او NGC 224. طيب المقالة ديت اللي احنا هنتكلم فيها عن مجرة المرأة المسلسلة بالانجليزية اسمها اندروميدا، وبتسمى زي ما قلنا لكم M31، ودي اقرب المجرات لمجرتنا اللي هي درب التبانه. هي اقرب مجره كبيره على الرغم من كون مجره كانيس ميجور القزمه اقرب مجره قزمه الى درب التبانه، ويمكن مشاهدتها بالعين المجرده بدون استخدام الميكروب. وهي تبعد عننا 2.5 مليون سنه ضوئيه، وتحتوي على نحو 250 مليار نجم، وقطرها 220 الف سنه ضوئيه، ودي تعتبر اكبر من مجرتنا اللي بيقدر عدد النجوم فيها ما بين 200 و400 مليار من النجوم. وتعتبر طبعا مجرة المرأة المسلسلة من المجرات التي اتكتب عنها الكثير في من الكتابات في روايات الخيال العلمي. وطبعا هنتكلم برضو معاكم في مجرة المرأة المسلسلة، والنواة بتاعتها بتبقى في الوسط والأذرع الحلزونية، وبتشكل قرص وبترى تجمعات نجمية كروية حول القرص. وكوكبة المرأة المسلسلة طبعا بيبقى في الوسط بتاعها مجرة المرأة المسلسلة أو ماسييه 31، وكذلك مجرة ماسييه 33. تبعد المجرتين عن الأرض 2.5 و3 مليون سنة ضوئية، وبتنتمي بقية النجوم إلى مجرتنا، وبتسمى احيانا مجره اندروميدا. وفي المجموعه المحليه هي مجموعه مجرات قريبه مننا، وبتنتمي اليها المراه المسلسله ومجره المثلث ميسيه 33 ومجرتنا ونحو 30 مجره صغيره اخرى. وتقترب طبعا مجرتنا من مجره المراه المسلسله بسرعه تقدر ما بين 100 الى 140 كيلو متر في الثانيه، وقد تصطدم المجرتين بعد نحو 4.5 مليار سنه. ويرافق طبعا المرأة المسلسلة مجرتين صغيرتين طبعا تابعين ليها، هما ميسيه 110 وميسيه 32، مثلما ترافق سحابتي مجلان، سحابة مجلان الكبرى وسحابة مجلان الصغرى مجرتنا. والتجمع النجمي جي واحد في نظام المرأة المسلسلة أعطى العالم الفرنسي شارل ميسيه مجرة المرأة المسلسلة رقم ميسيه 31، طبعا سموها ميسيه نسبة إلى العالم الفرنسي اللي اكتشفها اللي هو شارل ميسيه. وفي فهرسة، وزي ما قلنا لكم ان المجرة اتسميت بميسيه 31 نسبة الى العالم الفرنسي شارل ميسيه اللي هي مجرة المرأة المسلسلة، وبرضو هي قريبة من مجرتنا زي ما قلنا مجرة درب التبانة، ونلاقي فيها مجموعة من الاجرام السماوية ما يماثل الاجرام السماوية اللي بنلاقيها في مجرتنا. ونظرا طبعا لقربها النسبي حيث تبعد عننا ب 2.5 مليون سنة ضوئية، فعشان كده احنا بنراها من الخارج بوضوح، وبتظهر لنا بجميع تفاصيلها من حوصلة مجرة وأذرع حلزونية، وبنشاهدها في أشرطة من غبار كوني قاتمة ومناطق مضيئة، وهي مناطق نشأة نجوم جديدة. وعلاوة على ذلك إن إحنا بنرى على حافتها نحو من 400 إلى 500 تجمع نجمي كروي. ومن أهم خصائص مجرة المرأة المسلسلة اللي هي مركزها، وطبعا اعتقدنا لمدة طويلة بأنها ذات نواتين فيها ثقبين أسودين وعدة ملايين من النجوم المتكاثفة. وطبعا اعتقدنا ان احد تلك الثقوب السوداء وصل اليها عن طريق اصطدامها في القديم بمجرة اخرى، ولكن الرصد الحديث تم رصده بواسطة تلسكوب هابل الفضائي بيبين ان الحوصلة
بتتكون من حلقة من النجوم القديمة الحمراء وحلقة تانية من النجوم الزرقاء الجديدة، والحلقتين بيدورون حول ثقب أسود بالغ الكتلة، وبتبلغ كتلته هذا الثقب الأسود طبعا نحو 30 مليون مرة كتلة شمسية. وكما توجد في مجرة المرأة المسلسلة مصادر للأشعة السينية، وربما كانت تلك الأشعة جاية من نجوم نيوترونية وثقوب سوداء، وتجذب إليها مادة من أطراف نجوم تابعة، وبتتسبب في إنتاج الأشعة السينية. وبتتحرك مجرة المرأة المسلسلة بالنسبة لمجرة درب التبانة حركة، بتبقى حركة مباشرة شعاعية تصل إلى 114 كيلومتر في الثانية. والإشارة السالبة ديت اللي هي ناقص 114 ديت بتعني أن المجرتين تتحركان لمقابلة بعضهما، وتختلف السرعة ناقص 114 كيلومتر في الثانية عن سرعة المرأة المسلسلة بالنسبة للمجموعة الشمسية، وطبعا لحركة الشمس حول مركز مجرتنا وهي حاليا في اتجاه M31، فبتقدر السرعة النسبية بناقص 300 كيلومتر في الثانية، وهي سرعة تبقى أعلى بكتير. وتبين المحاكاة طبعا بالحاسوب أن المجرتين هيصطدموا ببعض في خلال من 4 إلى 10 مليار سنة، وربما ينتج عن ذلك مجرة إهليجية ضخمة أو عن طريق التفاعل بين المجرتين، ويمكن أن يسمى مجرة قطبية. وده اتكلمنا عنها في الفيديو السابق في الفضاء لما اتكلمنا عنها، إن احنا هيحصل مجرة لينا جديدة، بس دي هتحصل بعد فترة اللي احنا قلناها. ولم يستطيع تعيين الحركة الجاذبية لمجرة المرأة المسلسلة بالنسبة للمجرة بتاعتنا بطريقة مباشرة، ولكن من المتوقع أنها لا تختلف كثير عن 20 كيلومتر في الثانية. ومجرة المرأة المسلسلة طبعا دي بتبقى مصورة من مركز سبيتزر الفضائي الذي التقط الأشعة تحت الحمراء اللي جاية من مسيح 31، وأبعد جرم سماوي يمكن رؤيته بالعين المجردة، وده أقرب المجرات الكبيرة لينا، فهي تبعد عننا 2.5 مليون سنة ضوئية، وزي ما قلنا بتبدو كسديم صغير ضعيف الإضاءة في سماء الليلة الصافية، عشان كده سميت في الماضي بالسديم. وبعد كده بعد فترة ترى العين المجردة منها النواة أو الحوصلة بتاعتها، وبنحتاج تصويرها مثل زي الصورة هنوريكم الصور بعد كده، ويبلغ قطرها المرئي 180 دقيقة قوسية عبر جزء من السماء بيقدر طبعا 6 أضعاف مساحة القمر اللي بيشغل من السماء 30 دقيقة قوسية عندما لما يكون بدر، وبنستطيع رؤية الهالة بتاعتها، ودي طبعا لا تظهر للعين المجردة، وتمتد عبر 30 درجة على سطح السماء، وبيعادل امتداد كوكب الدب الأكبر. وبرضو بنشاهد مجرة المرأة المسلسلة من قديم الأزل زي ما قلنا إن هي بترى بالعين المجردة، وأول إشارة مكتوبة عليها بنجدها في مخطوطات الفلكي المسلم عبد الرحمن الصوفي في كتابه اللي هو صور الكواكب الثمانية والأربعين، دي طبعا كانت سنة 964، وسماها السحابة الصغيرة. وكتب عنها شارل ميسيه قلنا اللي اكتشف اللي هي المجرة وسميت باسمه في فهرسها، على اعتبار ان مكتشفها قبله سيمون ماريوس اللي رصدها بتلسكوب سنة 1612، وسجلها ميسيه تحت رقم ميسيه 31 في وسمه، وبعد كده سجلها جون لويس ايميل دراير في فهرسه الجديد نيو جنرال كتالوج تحت رقم ان جي سي 224، وقام باصدار الفهرس بتاعه سنة 1888. وظلت طبعا طبيعة السديم طبعا غامضة عبر القرون، وسميت سديم حلزوني طبقا طبعا لشكلها المميز، واعتبرت واحدة من تكوين مجرتنا لمجرة درب التبانة. وحاول فيلهلم هيرشل تقديرها بعدها وقدره بنحو 2000 بعد سيريوس، أي 17000 سنة ضوئية زي ما نعرفه اليوم. واستطاع ويليام هيجنز في سنة 1864 مشاهدة أنها تتكون من مليارات النجوم باستخدام جهاز لتحليل الطيف. وفي سنة 1885 استطاع إرنست هارتوج سنة 1851 ل 1923 ميلادي رؤية مستعر أعظم اللي هو المرأة المسلسلة اس بالعين المجردة، ولكن لم يعيرها اهتمام كبير حيث كان تقدير بعدها عن خاطئ. وبعد كده جه في 1912 قام فيستو سيلفر بتعيين الانزياح الأحمر لخطوطها، وبيقدر سرعتها في اتجاه الشمس بنحو 300 كيلو متر في الثانية، وعلى أعلى سرعة قدرت حتى ذلك الوقت لجرم السماوي اللي احنا بنعرفه أن تلك السرعة تقرب ما بين من 300 زائد وناقص 4 كيلو متر في الثانية. وكان طبعا غريب طبعا جدا أن بيتحرك أحد الأجرام السماوية بهذه السرعة ويكون من ضمن مجرة درب التبانة. وفي سنة 1914 جه الفلكي الإنجليزي أرثر إيدينغتون أن السدم الحلزونية
عبارة عن مجرات أي أنظمة من نجوم كتيرة مثل المجرة بتاعتنا. واستطاع سنة 1917 رؤية نجوما منفردة بواسطة تلسكوب مونت ويلسون. وفي سنة 1923 استطاع إدوين هابل عن طريق مشاهدة متغيرات سفيدية تعيين بعد المرأة المسلسلة بنحو 900 ألف سنة ضوئية، وهو بعد قليل كما نعرف اليوم، إذ أن بعدها الحقيقي 2.5 مليون سنة ضوئية، وأهم نتائجها أنها تقع خارج مجرتنا. وفي سنة 1952 وجد فلتر بادي أن ما استخدمه هابل من نجوم متغير سفيدي في حقيقة الأمر تكون من نجمين، وصحح تقدير بعد المرأة المسلسلة عنا إلى أكثر من 2 مليون سنة ضوئية. وطبعا أصدرت معهد دراسات الفضاء الأسباني الموجود في كاتالونيا في سنة 2005 رسالة علمية عن متغير ثنائي في ميسيه 31، واستطاع طبعا علماء المعهد تعيين المسافة بيننا وبين ميسيه 31 ب 2.52% زائد وناقص 14% مليون سنة ضوئية، أي بين 2.38 ناقص 2.66 مليون سنة ضوئية. وطبعا مجرة المرأة المسلسلة هنوريكم الصورة بتاعتها اهيت. ادي المجرة اهي، ادي مجرة المرأة اللي اتخذت بالتلسكوب. وهنكمل برضو معاكم عن المرأة المسلسلة. وطبعا استخدم العلماء الفلك مرصد كيك عام 2005 للرصد، وطبعا ليهم ان النجوم المتناثرة اللي تبدو بالقرب من حافة ميسيه 31 جزء منها، وده يعني ان كرسي ميسيه 31 يعتبر 3 اضعاف القطر اللي كان مقدر في الماضي، وبيشير الى ان قطر مجرة المسلسلة يبلغ في حقيقة الامر نحو 220 الف سنة ضوئية، وكانت التقديرات الماضية لقطرها تشير الى 120 الف سنة ضوئية، ويميل طبعا مستوى ميسيه 31 بزاوية 77 درجة بالنسبة لمستوى مجرتنا، ولو كانت زاوية الميل 90 درجة لرأيناها من الجانب. وطبعا من تحليل من شكل المقطع انها في شكل حرف اس وليست مجرد قرص مستدير، قد يكون تفاعلات الجاذبيه بين ميسيه 31 وما يتبعه من مجرات توابع هي السبب في اتخاذ هذا الشكل. وقد تكون مجره المثلث سبب اخر لشكل الاذرعه لمجره المرأة المسلسله، الى اننا بنحتاج للفصل في ذلك الى تعيين المسافه بينهما، وكذلك السرعه النسبيه بدقه اكبر، وتبين طبعا بالدراسه المستفيضه اجريت على الحركه. وتبين طبعا من الدراسات المستفيدة انها اجريت على حركة دورانها بواسطة التحليل الطيفي، وان سرعة الدوران تختلف على مسافات مختلفة من الحوصلة، فعلى مقربة من الحوصلة ترتفع السرعة الى نهاية قصوى تصل الى 225 كيلومتر في الثانية على بعد 1300 سنة ضوئية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنكمل معاكم زي ما ابتدينا امس عن المجرة، بس هو بصراحة يعني نطالب منكم حاجة ان شاء الله، ان انتوا تدعوا لزوجتي بالشفاء لان جالها الغضروف ومش قادرة تتحرك، ونسأل طبعا الله دعاء ليها، وطبعا دعاء الغائب طبعا مستجاب، ونتمنى من الله عز وجل الشفاء ليها ان شاء الله. ونكمل معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا اتكلمنا عن مجرة المرأة المسلسلة، ودي اللي بتحوي في داخلها 6×10^9 كتلة شمسية في الحوصلة بتاعتها، وبتزيد كتلة الميسيه 31، واحنا قلنا الميسيه 31 نسبة للعالم الفرنسي ميسيه، حتى بعد 45 ألف سنة ضوئية بمعدل أقل خارج ذلك نصف القطر. وطبعا بيميز الأذرع الحلزونية لميسيه 31 عدد من مناطق الهيدروجين، بيصفها العالم الفلكي بادي بأنها تماثل حبيبات العقد، فهي تبدو متقاربة معناها إيه تبعد عن بعضها من أبعاد تلك المناطق في مجرتنا. وطبعا بتحليل الصور اللي بيبين مجرة المرأة المسلسلة على حقيقتها، وتبين الدرعين الحلزونيين ممتدين وبيفصلهم عن بعض نحو 13 ألف سنة ضوئية، وقلنا لكم طبعا الصور دي هنوضحها لكم. وبرضه المسافة بتبقى 16 ألف سنة ضوئية، والعلماء بيعتقدوا إن سبب الدرعين دول في ميسيه 31 هو نتيجة التفاعل مع المجرة ميسيه 33، يعني 33 اتفاعلت مع 31 عملت الدرعين دول، ويمكن رؤية ذلك من انزياح المناطق السحابية للمناطق بتاعت الهيدروجين المتعادل. طيب، وبتشير طبعا المشاهدات اللي اجرتها الوكاله الاوروبيه لابحاث الفضاء سنه 98 اللي اجرتها في الاشعه تحت الحمراء، ان مجره المرأة المسلسله دي تكون في سبيلها الاتخاذ بتاخد شكل حلقي، يعني دلوقتي بتحاول تاخد الشكل الحلقي بتاعها، فالغاز والغبار اللي جواها بيتشكلوا من عده حلقات متطابقه، بتصبها طبعا بتسودها حلقه مضيئه قطرها نص قطرها 32 ألف سنه ضوئيه من الحوصله. والحلقه دي بتختفي في صوره الضوء المرئي، وبتتكون من غبار بارد بيمتص الضوء،
وبيبين لي طبعا الفحص الدقيق للمنطقه الداخليه في مسيء 31، ودي حلقه اصغر من الغبار. بيعتقد طبعا انها تكونت بالتفاعل مع مسيء 32 منذ 200 مليون سنه. وطبعا بتبين المحاكاه اللي بتجرى بالحاسوب ان المجره الصغيره ربما تكون قد مرت طبعا من وسط الكبيره عبر محورها. وبيعتقد طبعا ان خلال هذا التصادم افتقدت المجره الصغيره ام 32 اكثر من نص كتلتها، ادى الى تكوين أو الشكل الحلقي للمجره المراه المسلسله، يعني تكوين الشكل الحلقي اتكون بهذا السبب. طبعا امتدت دراسات مجره المراه المسلسله اللي بيفحصوا عن الهاله بتاعتها محيط الكوره في حدود 300 الف ل 400 الف سنه ضوئيه، فوجدتها طبعا هاله مماثله لهاله مجرتنا، وبتتميز نجوم الهاله بتاعتها بوجود بوجه عام طبعا بمعدنيه قليله وتقل نسبه معدنيه النجوم كل ما بعد النجم عن مركز المجره. وطبعا النتيجه دي بتشير الى ان المجرتين مروا بنفس التطور، وربما ابتلعت المجرتين اثناء تطورها 200 من المجرات الصغيره، يعني المجرات الكبيره بتبتلع المجرات الصغيره عبر زمن بيقدر ب 12 مليار سنه. طبعا احنا بنسمع يعني وقت ومليار سنه، ويعني سبحان الله ان احنا عايشين في عمرنا من 60 ل 70 سنه بنستغرب هذا. طيب والنجوم دي بتبعد طبعا في هاله المجره المراه المسلسله ومجره درب التبانه بتاعتنا الى نحو تلت المسافه الفاصله بين المجرتين، وده هوريكم المنظر بتاعها اهوت. ده الشكل بتاعها، يعني سبحان الله المجرات وعددهم وابتلاع المجرات الكبيره للمجرات الصغيره، زي سبحان الله زي الحال اللي احنا عايشينها، السمك الكبير بياكل السمك الصغير، وسبحان الله برضو في الفضاء المجرات الكبيره بتبتلع المجرات الصغيره، وربنا يستر على مجرتنا وما حدش يبتلعها. وبعد كده مجموعتنا المحليه ترى فيها مجرتنا في الوسط، ومجره اندروميا، ومجره المثلث اللي هو تريانجل جالاكسي. النقطتين البيضتين طبعا بيمروا بين مجرتنا هما مجره مجلان الكبرى وسحابه مجلان الصغرى. ومجره المراه المسلسله دي بتحتوي من ما بين 400 ل 500 من عناقيد النجوم، تنتمي مع مجرتنا الى مجموعه المجرات القريبه اللي بتسمى المجموعه المحليه. والمجموعه ديت دي مجموعه من المجرات القريبه بتقع في حدود 10 مليون سنه ضوئيه. طبعا سنين ضوئيه سبحان الله ما شاء الله كتير، يعني بالمليارات طيب يمكن برضو ان احنا نشاهد المجره المراه المسلسله زي ما قلنا بالعين المجرده، وقلنا برضو بتبعد عنا 2.5 مليون سنه ضوئيه. طيب نيجي برضو هنكمل معاكم في صوره هنوضحها لكم هنا بالضوء المرئي، بتبين لك المجره الحلزونيه وبيلاحظ الغبار الكوني فيها ويمكن مشاهده الازرق الحلزون. ادي الصوره اهي، ادي الصوره اهيت معانا، وادي صور اهيت اهي سديم راس الحصان على شكل راس الحصان اهو، كما صوره بارتر سكول هابل الفضائي. تمام، والصور هنوضحها لكم برضو اول باول. ودي المجره دي تجمعات هائله الحجم تحتوي على مليارات زي ما قلنا من النجوم والكواكب والاقمار والكويكبات والنيازك وغبار كوني وماده مظلمه وبقايا نجميه. يعني عالم الفضاء ده عالم يعني سبحان الله عالم كبير جدا، فسبحان الخالق يعني ربنا الخالق لهذا الكون كله. ففعلا ايات القران واحنا بنتدبرها بنلاقي فيها حاجات كتيره، طبعا ربنا بيتكلم عن السماء وعن الارض، ففعلا في حاجات لازم الواحد يتدبر هذه الاشياء ويشوف الاشياء اللي ربنا خلقها ديت. فسبحان الله يعني والحمد لله على كل شيء. وطبعا بتتراوح احجام المجرات واعداد النجوم فيها بين بضعه الاف في المجرات القزمه الى 100 تريليون نجم في المجرات العملاقه، بنسمع ارقام غريبه يعني. وطبعا متصنف المجرات بناء على شكلها المرئي بيصنفوها لثلاث فئات، واحده اهليجيه وحلزونيه وغير منتظمه. وطبعا بيعتقدوا ان كثير من المجرات طبعا بتحتوي على الثقب الاسود الهائل في النواه بتاعتها النشطه وضرب التبانه. مثال على كده لوجود الثقب الاسود الهائل المسمى بالرامي الف، يعني الثقب الاسود اللي عندنا اسمه الرامي الف في مركزها، وده كتلته اكبر من كتله الشمس بتاعتنا ب 4 ملايين مره، يعني كتله هذا الجزء اكبر من كتله الشمس شمسنا ب 4 ملايين مره. ده التقرير ده لغايه اتعملوه لغايه شهر مايو 2015. وطبعا المجرة اي جي اس زد اس 181 ابعد مجرة على الاطلاق بمسافة تبعد 13 مليار سنة.